يشتكي سكان مدينة الحديدة حرمانهم من المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية التي تتدفق إلى ميناء المدينة في ظل اتهامات لميليشيات الحوثي بنهب تلك المساعدات ونقلها إلى صنعاء وبيعها في السوق السوداء. وأكد السكان لسكاي نيوز عربية أن المنظمات الدولية تعتمد على قيادات حوثية في التوزيع وأعداد كشوف المحتاجين، غير أن ميليشيات الحوثي تقوم ببيعها وابتزاز الأهالي لتجنيد أبنائهم للانضمام إلى ميليشياتها. سراكيات بزناء ويهبوا لنا ويهبوا كل ساية كتبوا لنا عنه، كل ساية يكتبوا لنا عنه، كل ساء معه الناس يكتبوا، كل ساء معه الناس يكتبوا لنا عنه، الحق ما يكتبوا لنا عنه، وبزبزون أسامحنا، وهم يهبوا لحنا منا ولا حاجة، لمه وهن بزونها الكبار. هذه المنظمات مفروض مواد غذائية لكل الحواري، مش حارة واحدة وحارة لا، مستهدفين من كل المنظمات احنا، ليسنا لا في مواد غذائية ولا في ملابس. احنا الناشر المنظمة. ها العالم منكوبين، الحدود منكوبين حرب، والناس جاء وعن ناشر منظمة انها تحسب تستفيد المواطنين.